اولا اليوم كاين واحد العدد ديال الملفات اللي هي مطروحه امام القضاء ومتعلقه حتى بمسؤولين سياسيين اللي هما موجودين في البرلمان ولا موجودين حتى في الحكومه، ربما غادي تبان بعض الامور، ولا في المجالس الجهويه ولا المحليه. يعني السيده العدوي اللي هي الرئيسه ديال المجلس الاعلى للحسابات بينت بانه واحد على الاقل واحد 18 ديال الملفات اللي هي كبيره مطروحه امام القضاء، وكنظن بانه الى جينا نبحثوا ونحققوا وندقوا غادي نلقاو ملفات اكثر واكثر. علاش؟ لانه السياسه في البلاد مرتبطه بالفساد، وانه الناس اللي كيدخلوا السياسه كيف كنقولوا باللغه ديال موليير اللغه الفرنسيه، faire de la politique c'est servir et non pas se servir. هاد الناس ديالنا كيعرفوا غير سو سيرفير، كيدخلوا يعملوا جيابهم والضيعات والاراضي ولادهم ويعني والمحيط ديالهم. تنظن الملف ديال رئيس ديال المنسق ديال اللجنه ديال العدل وديال القانون، واللي احنا تفاجئنا انا بعد ما صوتش تماما، لانه كنعرف بان التصويت مهم، ولكن ما غنصوتش انا ما نشاركش واحد المهزله. ها هو اليوم استقل، ها هو وراء القضبان، وهذا الشيء راه كنا عارفينه جاي. احنا عندنا واحد الناس مجموعين كثير كيديروا السياسه بداك المنطق القديم ديال القايد عيسى بن عمر وداك الشيء كله، الاستبداد، وكيظلم الناس وكياخذ الاراضي وكيستولى، ملي كيكون رئيس جماعه كيسحب ديك الجماعه غادي يحفظها للرسول ولاده. وانا تنظن بانه خصنا اننا نفعلوا المبدا اللي جا في الدستور ديال ربط المسؤوليه بالمساءله، باش نرجعوا الثقه للشباب، باش غدا نلقاو شباب اللي هو متعلم مثقف نزيه باغي يخدم البلاد ديالو، يتشجع باش هو اللي غيدخل السياسه، ونطوي واحد الصفحه ديال الماضي الاليم ديال واحد العائلات بذاتها اللي تغنات على ظهور المغاربه وفقرات المغاربه وجهلات المغاربه وخرجتهم على عقلهم، كيقيلوا يدوروا في المحاكم ولكن حيت عندهم النفوذ وكيستغلوا النفوذ ديالهم الزبونيه ديالهم والوسائط ديالهم قهروا عباد الله. ولهذا هذا الملف ما خصوش يكون وحيد اللي مطروح اليوم، خاص كل الملفات ديال الاجرام السياسي والاقتصادي خاصها تقدم امام القضاء، وراه الناس عارفها، وخصنا باش نتهناو من هذا الفساد اللي هو كينخر الجسم ديال البلاد ديالنا وكيحرمنا من التنميه اللي كتستحقها كل جهات الوطن اللي هي مهمشه. وباقي اليوم كنتسائلوا كيف يعقل شباب طالب الطريق ومستشفى تعطى 20 سنه، وهاد الناس اللي سرق 17 مليار حتى ملي كيدخلوه للحبس كيقول خاصو يخلص 50 مليون ويدوز، لا لا، خاصو بعدها يتم استصدار كل ممتلكات ديالو ديال مراته ديال ولادو ديال عائلته، يرجع لنا 14 مليار، يرجع 17 مليار، يرجع داك 113 مليار ديال التعاضد ديال هذاك السيد اللي قال لك سرقها. ولهذا احنا نطالب يعني باستقامة ونزاهة واستقلال القضاء باش يبت هذا الشيء، اللي دا شي حاجة يرجعها كاملة، ماشي يخلص شي حاجة ويمشي ينعس في الحبس ومن بعد يخرج يتمتع، هذا الشيء راه ما كاينش، خاصو حتى هو ينتهي، لأن ماشي هذا هو المحاسبة اللي حنا بغيناها. ولهذا هذا طريق، وتنظن بأن المغاربة استبشروا خيرا، ولكن المغاربة ناس طيبين في حقيقة، ما خصك تستبشر خيرا حتى تشوف كل المفسدين وراء القضبان، وتشوف الشباب ديال الريف، وتشوف المدونين والصحفيين خارجين كيتمتعوا بالحرية ديالهم، هذاك هو يعني العدل اللي بغينا. وراه اعتقلوا الناس قبل منهم وطلقوهم في الطريق وما حاسبوهمش، كيف قلت لك اللي دا 20 مليار كيخلص 4 دريال ويخرجوه، هذا الشيء راه ما خصوش يكون. احنا ما خصناش شي محاكمات سورية، خصنا محاكمات حقيقية، وانه اذا تبوت، احنا ما عندناش الدلائل، اذا تبوت في حق هاد الناس اجرام وتبديد الاموال العموميه خصهم يؤديوا الفاتوره كامله باش تكون عبره لمن اراد ان يعتبر. وهذا من المداخل اللي بغينا نرجعوا بها الثقه المغاربه باش يمارسوا السياسه، لان السياسه وتدبير الشان العام خصو يكونوا فيه ناس اللي هما نزهاء وشرفاء وناس اللي قادرين يتواضعوا باش يدوروا بهم الخبراء المغاربه يعاونوهم باش يلقاو حلول للمشاكل الكثيره اللي هي مطروحه اليوم في بلادنا. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.